بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الحمد لله الذي فضل شهر رمضان على سنة الشهور، وأشكره على ما أودع فيه من الخير وعظائم الهدوء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الغفور الشكور، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أنكم في شهر عظيم وموسم كريم. أنتم في شهر رمضان الذي فضله الله على سائر الشهور، فاغتنموا أوقاته وبادروا بالأعمال الصالحة قبل فواته، واشكروا الله الذي بلغكم إياه. عباد الله، إن من أبرز ما فضل الله به هذا الشهر العظيم أن الله أوجب صيامه على المسلمين وجعله أحد أركان الإسلام. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، من شهد منكم الشهر فليصم، من كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. الله سبحانه اوجب على هذه الامه صيام شهر رمضان، وعده النبي صلى الله عليه وسلم احد اركان الاسلام الخمسه، وذلك لما الصيام عند الله من الفضائل. من فضائل الصيام أن الله سبحانه وتعالى اختصه لنفسه من بين سائر الأعمال، فقال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزيه، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، ولخلوه فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. اختص الله الصيام لنفسه من بين سائر الأعمال، وبين أن سبب ذلك أن الصائم آثر طاعة الله على طاعة نفسه، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجله، فلما آثر طاعة ربه على هوى نفسه فإن الله سبحانه وتعالى اختص عمله بنفسه، وهو الذي يتولى جزاءه بما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ومن فضائله ما ذكره في هذا الحديث أن أنفاس الصائم وإن كانت رائحتها مكروهة عند الناس لخلو المعدة من الطعام والشراب، فإنها عند الله أطيب من ريح المسك. هذه الرائحة المستكرهة تكون عند الله أطيب من ريح المسك، لأنها ناشئة عن طاعة الله عز وجل، وصارت بهذه المثابة العظيمة.
ومن فضائل الصيام أن الله جعل للصائمين باباً خاصاً من أبواب الجنة يدخلون منه ولا يدخل منه غيرهم، يقال له الريان، باب الريان، يدخل منه الصائمون ولا يدخل منه غيرهم، فإذا دخلوا أغلق. هذا يدل على تميز الصيام من بين سائر الأعمال في الدنيا والآخرة. ثم اعلموا رحمكم الله أن الصيام معناه الإمساك بنية عن المفطرات، الإمساك بنية عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام من الليل. فيكون الإفطار عند بداية الليل ونهاية النهار، وذلك بغروب الشمس. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. هذا وقت الصيام في جميع أيام رمضان المباركة. ومن لم يستطع الصوم لمرض أو لسبب فإنه يفطر، رخص الله له أن يفطر دفعا للحرج عنه، وأوجب عليه أن يقضي ما أفطره من أيام رمضان بصيام عدة من أيام أخرى ليجمع بين رفع الحرج وصيام الشهر. الله جل وعلا خفف عن عباده وأمرهم بقضاء ما أفطروه ليكملوا العدة، من أجل أن يكملوا عدة أيام رمضان. ثم إن للصيام مفسدات، إذا تعاطاها الصائم بطل صيامه ويجب معرفتها. أول المفسدات الأكل والشرب متعمدا، فمن أكل أو شرب متعمدا وهو صائم بطل صيامه. أما من أكل أو شرب ناسيا فإنه لا يبطل صيامه. قوله صلى الله عليه وسلم: من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ومثل الأكل والشرب كل ما يدخل إلى المعدة عن طريق الفم أو غيره، كل ما يدخل إلى المعدة من الأدوية أو الأشربة فإنه يفضل الصائم إذا تعمد ذلك. وكذلك الإبر المغذية تفسد الصيام لأنها تقوم مقام الطعام والشراب. وأما الإبر التي تؤخذ تحت الجلد أو في العظم فهذه لا تؤثر على الصيام لأنها لا تذهب إلى الجوف. وأما الإبر الوريدية التي تؤخذ في الوريد فهذه محل مشكلة، وينبغي للصائم أن يتجنبها وأن يؤجلها إلى البيت. وإن كان لا يستطيع
تأتينها من الليل إنه يأكلها ويقضي هذا اليوم احتياطا وإبراء لذمته، لأنها تشبه الإبر المغذي، أنها تخالط الدم وتسري في الجسم، أي تشبه الطعام والشراب. وكذلك الحقن التي تؤخذ عن طريق الشرج أو عن طريق الفم، الحقن الطبية إذا أخذها الصائم فإنها تغطي، لأنها دخلت إلى جوفه وتتشرب منها الأمعاء تسري في الجسم، فإنها تفضل الصائم. وكذلك لما يفضل الصائم ما يخرج من الجسم مما فيه قوته وغذاؤه كالقيء وهو الاستبراق، فإذا استبرق الصائم أو تسبب في الاستبراق وخرج ما في معدته عن طريق الدم فإنه يبطل صيامه. أما لو غلبه القيء بغير اختياره وتقيأ بغير اختياره فإنه لا يؤثر ذلك على صيامه، لأنه بغير اختياره. وكذلك مما يفسد الصوم إخراج الدم الكثير من الجسم، إخراج الدم الكثير من الجسم إما بالحجامة وإما بالفصد وإما بالسحب، سواء استخرجه من جسمه ليتخلص منه أو استخرجه من جسمه ليسرف به مريضا آخر أو ليتبرع به لنفق الدم، فإن هذا يفضل الصائم، لأنه مثل الحجامة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يحتجم، قال أفطر، لما رأى رجلا يحتجم وهو صائم قال أفطر الحاجب والمحجوب، والحديث الصحيح. فمثلها كل ما كان في حكمها من استخراج الدم. أما لو خرج منه دم بغير اختياره كالنزيف أو الجراحة التي يخرج منها دم أو خلع ضرسا وخرج منه دم هذا لا يؤثر على صيامه، لأنه بغير اختياره، ولكن إذا خلع الضرس إنه يتحفظ من ابتلاع الدم، وإن ذهب شيء بدون اختياره إلى حلقه فليس عليه بأس في ذلك. وأما أخذ الدم للتحليل، سحب الدم من أجل التحليل إن كان كثيرا فإنه يفضل الصائم، أما إن كان قليلا المقدار نقطة أو نقطتين أو ما يقارب ذلك فهذا لا يؤثر على الصيام، لأنه لا يشبه الحجامة. ولكن كل ما تحفظ المسلم على صيامه فهو أحوط وأبرد منه. وكذلك مما يباطل الصائم إنزال المني، إذا أنزل منيا بشهوة إما بالاستمناء وإما بسبب النظر وإما بسبب الملامسة، فإذا نزل منه مني بشهوة بسبب فعله باختياره فإنه يبطل صيامه، لأن الله قال إنه ترك شهوته وهذا لم يترك شهوته. أما إذا جامع
لأن أولج بدره في بطن امرأته فإنه يبطل صيامه سواء أنزل أو لم ينزل. الجماع يبطل الصيام ويترتب عليه أحكام. أولاً يجب عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. ثانياً يجب عليه قضاء اليوم الذي أفسده. ثالثاً تجب عليه كفارة المغنمة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا. وكذلك مما يبطل الصيام خروج الدم من المرأة في الحيض أو النفاس، فإن خروج الدم من المرأة في الحيض أو النفاس يبطل صيامها لأنه يضعفها، ألا يجتمع عليها إضعاف الصيام وإضعاف الحيض والنفاس، خفف الله عنها ومنعها من الصيام، فلا يجوز لها أن تصوم، وإن صامت فصيام معبر وعليها القضاء من أيام أخرى. وأما دم الاستحاضة وهو النزيف الذي يخرج وليس هو من الحيض لا في مواعيده ولا في صفته ولا تنطبق عليه أوصاف الحيض وأحكام الحيض، هذا يسمى بالاستحاضة ويسمى بالنزيف، هذا لا يؤثر على الصيام ولا تترك المرأة الصيام من أجله، فتصوم صيامها صحيح. عباد الله، اتقوا الله تعالى وحافظوا على صيامكم لأنه عبادة عظيمة ولأنه ركن من أركان الإسلام، فحافظوا عليه غاية المحافظة من المبطلات والمفسدات. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم كن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام من الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من البيان والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، هو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس، اتقوا الله تعالى، واعلموا أن للصيام مؤثرات معنوية، تبطل ثواب الصيام ولا يبقى لصاحبه أجر، لكنه لا يؤمر بالإعادة كما يؤمر بالمؤثرات الحسية، ولكن يذهب ثوابه أو ينقص ثوابه ويكون صيامه لا فائدة فيه، وذلك مثل الكلام المحرم
الغيبة أو النميمة أو قول الزور أو الشتم أو السب وكل كلام محرم وكل لغو من القول فإن الصائم يتجنب حتى لو سابه أحد أو شاتمه أحد فإنه لا يرد عليه بل يقول إني صائم إني صائم يقولها مرتين أو أكثر من أجل أن يمنع نفسه من الكلام المحرم حتى ولو كان يجوز له قصاص ولكن حماية للصيام من الكلام المحرم منعه النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد على من سابه أو شاتمه فكيف بالذي يبدأ الناس بالسباب والشتم والكلام المحرم ولا يمسك لسانه وهو صائم لا يبقى له أجر وكذلك النظر المحرم الذي ينظر إلى ما حرم الله من النساء حتى زوجته لا ينظر إليها بشهوة وهو صائم حتى الزوجة لا ينظر إليها بشهوة وهو صائم فكيف بغيرها أو النظر إلى الصور الفاتنة الماكنة في الصحف والمجلات غيرها أو النظر في القنوات الفضائية الفاسدة التي تعلم العري والسهورة والفجورة لا يستمع إليها الصائم لا ينظر إليها الصائم لأنها تحرك شهوته وقد تبطل صيامه إذا خرج منه شيء من الشهوة تبطل صيامه أما إذا لم يخرج منه شيء فإنه يأثم ويزول أجر صيامه ويبقى بلا أجر حظه من صيامه الجوع والعطش ولا حول ولا قوة إلا بالله وكذلك السماع المحرم لا يسمع الكلام المحرم من غيبة أو نميمة أو سب أو شتم يعني لا يتعمد السماع لذلك لأنه محرم وكذلك لا يستمع إلى الأغاني والمعازف والمزامير لأن ذلك يؤثر على صيامه ويذهب بثوابه فيكون صيامه تعبا بلا فائدة الواجب على الصائم أن يصوم لسانه وأن يصوم نظره وأن يصوم سمعه عما حرم الله وإلا فإنه يترك طعامه وشرابه ولكنه لا يترك الحرام الكلام المحرم ولا النظر المحرم ولا السمع المحرم يقولون إن أهون الصيام ترك الطعام والشراب لأن أكثر الناس يسهل عليهم ترك الطعام والشراب لكن لا يسهل عليهم ترك الغيبة والنميمة والسباب والشتم والنظر المحرم والسماع المحرم لا يسهل عليهم ذلك فعلى المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يحتفظ ويتحفظ على صيامه الصيام جنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام جنة يعني سترة من النار الصيام يغنيك من النار إلا إذا خرقت هذه السترة خرقتها بماذا؟ بالغيبة بالنميمة بالكلام المحرم فإنها لا تقيك من النار كذلك الصيام إذا خرقته بهذه الآفات إنه لا يكون جنة لك وسترة لك من النار يوم القيامة فاتقوا الله عباد الله اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثات وكل بدعة ضلالة وعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة ومن شد في النار
إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، رضي الله عنه الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم إنا خلق من خلقك، فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك يا أرحم الراحمين. اللهم إن بالعباد والبلاد والبراعي والبهائم من الحاجة إلى الغيث ما لا يعلمه إلا أنت يا سميع الدعاء. اللهم أسقنا وأغثنا غيثا مغيثا هنيئا مباركا عاجلا غير آجل. اللهم أسق عبادك وبلادك وبهائمك، وانشر رحمتك واحي بلدك الميت يا سميع الدعاء. اللهم لا تحرمنا فضلك بذنوبنا، اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم لا غنى بنا عن فضلك وإحسانك طرفة عين يا رب العالمين، نحن الفقراء إليك. اللهم ارحم فقرنا وحاجتنا، اللهم ارحم بلادنا وعبادك المؤمنين، اللهم ارحم البهائم، اللهم ارحم البهائم، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أسق عبادك وبلادك وبهائمك، وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت يا سميع الدعاء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم ول علينا خيارنا، واكفنا شر شرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، واجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك يا ارحم الراحمين. اللهم اصلح ولاة امورنا، اللهم اصلح ولاة امورنا، اللهم اصلح ولاة امورنا، اللهم اهدهم سبل السلام، اللهم جنبهم الفواحش والآثام ما ظهر منها وما بطن، اللهم اجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أصلح بطانتهم ومستشاريهم، وأبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها قد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروا نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.